يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء. فلذلك هو وحده الذي يستحق أن يخاف، وهو وحده الذي يستحق أن يهاب، وهو وحده الذي يستحق أن يرجى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والذي يحول دون سلوك طريقه عقبتان، إحداهما الخوف والأخرى نقص الثقة. فالخوف منه الخوف من أعداء الله وما يمتلكونه من وسائل الإرهاب، وهذا الخوف وهمي رده الله على أصحابه بقوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. النوع الثاني من الخوف، الخوف على المصالح، أن يخاف الإنسان على ماله ومكانته الاجتماعية وأثره، وهذا الخوف رده الله على أصحابه بقوله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسون فلا يدخلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. فهنا قال وإن خفتم عيلة أي فقرا، فالمصلحة إما حاصلة واقعة أو متوقعة في المستقبل، وكلتاهما من عند الله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وما بكم من نعمة فمن الله، فما أراد أخذه لا يستطيع أحد أن يرده، وما أراد إعطاءه لا يستطيع أحد أن يمسكه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. والنوع الثالث من أنواع الخوف هو الخوف من التشويه. كثير من الناس يحول بينهم وبين نصرة الله ورسوله والانتصار للدين الخوف من التشويه، أن تلصق بهم التهم والأسماء والتصنيفات والألقاب. لكن هذا الخوف أيضا وهمي رده الله على أصحابه، فالرب جل جلاله هو المتصف بكل شيء وكل نقص عليه محال. ومع ذلك سمعت ما قال به اليهود والنصارى من التشويه، لم يضره شيئا ولن يضره. وأنبياء الله خيرتهم من خلقه، اجتباهم الله واصطفاهم واصطنعهم على عينه ومجدهم وشرفهم وكملهم، ما منهم أحد إلا قيل فيه مجنون ساحر كذاب كاهن طالب سلطة أتواصوا به بل هم قوم طاغون، لم يضرهم هذا التشويه شيئا. والمؤمن حلقة من سلسلة طويلة فيها نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومريم ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن على آثاره من المخلصين، فكل نكبة أصابت حلقة من حلقات السلسلة فستصيب السلسلة كلها. فلذلك لا بد أن تفرح بهذه النكبات إذا أصابتك، فقد أصابت من هو خير منك، فهي معالم على طريق الحق وأمارات على أنك سلكت طريق الصالحين. وإذا لم تجدها فاعلم أنك ركبت عن طريقهم ولم تسلكها، فهم قطعا خير منك. ولو ثبت لدينا أن في هذا المجلس الآن مسمار دخل في رجل نوح وفي رجل إبراهيم وفي رجل موسى وفي رجل عيسى وفي رجل محمد صلى الله عليه وسلم، لكان الناس الآن يقفون عليه بالطابور من أجل أن يدخل في أرجلهم وإجسامهم تبركا به. فكذلك هذه النكبات نكبات مباركة أصابت منه خير منك. كذلك من أنواع الخوف، الخوف من التكاليف. فكثير من الناس يظن أنه عندما يتحمل أعباء الدين ويسعى لنصرته سيتكلف تكاليف طائلة وأعباء عظيمة، لكن الواقع أن التكاليف لا تكون إلا بالنفس أو المال، والنفس والمال قد بعتهما لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فلا تكون التكاليف إلا بأحدهما وقد بعتهما لله. كذلك النوع الخامس من أنواع الخوف هو الخوف من المجهول. فما لم يمارس الإنسان من الأعمال وما لم يره عيانا منها
يشق عليه قصده لأنه مجهول لديه. لكن هذا الخوف وهمي كخوف الصبي من الغرفة المظلمة، إذا أوقد فيها النور انكشف له ما كان يرهبه ويخافه ولا يراه. فنقص ثقة الإنسان بنفسه كثيرا ما يحول بينه وبين تضحيات الإنسان، لأنه دليل على دناءة همته، لا تتعلق همته بمعالي الأمور ويرضى باليسير من هذا الدور، فلذلك لا يستطيع أن يأتي بالأمور الخارقة للعادات والأمور التي فيها تضحيات، إنما ذلك لأصحاب الهمم العالية هم الذين يبذلون أرواحهم وأوقاتهم وأموالهم في سبيل الإتيان بما لا يقدر عليه من سواه. ولذلك تقول الخنساء وتماطر بنت عمي بن شريد السلمية رضي الله عنها في برديه وهي فيها صخري: أعيني يجودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الحميد النبيل، ألا تبكيان الفتى السيدا، ربيع العماد طويل النجاد، ساد عشيرته وأمرد. إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد، مد إليه اليدا فنال الذي فوق أيديهم من المجد، ثم غدا مصعدا. يكلف القوم ما عادهم وإن كان أصغرهم مولدا، وإن نكر المجد أتيته تأزر بالمجد ثم ارتدى. وقد قال أحد من عرف أبا العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أجمعين، يقول فيه: إذا يقول بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعب. ويقول فيه حسان بن ثابت رضي الله عنه: إذا ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل محمدة فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما بالنفوس فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا. وفي عصرنا العصر الماضي الذي أدركناه بقيته، يقول الشيخ علال الفاسي رحمة الله عليه ومن علماء المغرب ودعاته: أبعد بلوغي 15 ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نوار عال ونفس أبية مقاما على هام المجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحسرا، فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب ولا راق لي نوم، وإن نمت ساعة فإني على جمر الغضاء أتقلب. والنوع الثاني من نقص الثقة هو نقص الثقة في المستقبل، فكثير من الناس يرون انتفاشة الباطل وانتفاقته، فيظنون أن الأمر لا يزداد إلا سوءا وشدة، لكن الواقع خلاف ذلك. انظروا إلى سرعة تصريف الله للكون بين الكاف والنور، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. المنافقون يوم الأحزاب قالوا: يعدكم محمد أنه ستفتح عليكم كنوز كسرى وقصر، وها أنتم اليوم لا يستطيع أحد منكم أن يخرج لقضاء حاجته. فما مضت سبع سنوات إلا وقد فتحت كنوز كسرى وقصر وأنفقت في سبيل الله. يا ذا الأسماء الحسنى.